المحاضرة الثانية testicular disease and cancer هي آخر محاضرة إلي لإلكم، والدكتور صالح راح يكمل محاضرات المسالك بعدين. testicular disease إحنا منقسمة في infection، في inflammation، وفي torsion، وفي cancer. الإبيديدمايتس عند أوركايتس إحنا اتفقنا إنه آيتس هي تدل على infection أو inflammation، مش شرط infection صح؟ فهو التهاب بالبربخ أو احتقان بالبربخ، وأوركايتس أوركتستس أو inflammation بالتستس. This is inflammatory disease of the epididymis and testis. The presentation تبعتها بيجي usually pain, swelling and fever due to infection or inflammation and sometimes with urinary symptoms. بالمن الأقل من 35 سنة usually it is sexually transmitted infection mostly Neisseria gonorrhea and chlamydia trachomatis. With children and adults أكثر من 35 سنة usually it is caused by E. coli. كثير مهم جدا إنه نعرف إيش الموست كومون أورجانيزم اللي الموست لايكلي بسبب هذا الإشي. ليش؟ لأنك أنت بالمانجمنت اللي حضروا معنا بالعيادة ورجيتهم إنه إحنا بنعمل كلتشر وبينا اسم الأورجانيزم وبينا شو الموست كومون أنتيبايوتيك، مش موست كومون، الأنتيبايوتيك اللي بقتل البكتيريا. الزراعة البول أو اليورين كلتشر أو البلد كلتشر، بتسمعوا كلتشر هي زراعة. شو يعني زراعة؟ إحنا بناخذ اليورين وبنحطها for 2 to 3 days، وبعد يومين أو ثلاثة أيام نحطها بميديوم أجار ميديوم نقرأها، أو الميكروبيولوجيست بيقرأها بيحكي لنا والله no growth مثلا فيش بكتيريا، أو بيحكي لنا لا والله في بكتيريا E. coli. most common بكتيريا بتسوي الchildren أو الأدلت هي E. coli، وبزرعها بأنتيبيوتيك 20 أنتيبيوتيك اللي هو ديفار، وبيحكي لي شو السنسيتيف لإلها. بيحكي لي والله هاي E. coli sensitive لا سيفترايكسون مثلا، او sensitive لا سيبروفلوكساسين، ريزيستنس للاموكسيسيلين مثلا. اوكي، فهي هي الزراعه انه بنزرعها بانتيبايوتيك عشان نعرف وات از ذا موست سيوتبل انتيبايوتيك اللي مناسب لهذا المريض. مشكله الزراعه شو مشكلتها؟ انها بدها 48 تو 72 اورز، بدها يومين لثلاث ايام. واذا كان المريض عنده فيري باد سيمبتومز يو هاف تو ستارت شيء اسمه امبيريكال تريتمنت. امبيريكال، لا امبيريكال مش برود سبيكترال، امبيريكال. امبيريكال بيعتمد على والله أنا بعرف إنه هذا مريض young most common chlamydia أو نيزيريا، خلني أعطيه سيبروفلوكساسين لأنه أحسن أنتيبايوتيك بهاي البكتيريا. والله هذا المريض children أو adult E. coli most common، خلني أعطيه most أنتيبايوتيك اللي ممكن يأثر أو يجاوب لنا مع الـ E. coli. فكثير مهم إنك أنت تكون كدكتور عارف والله النيمونيا mostly caused by مثلا كليبسيلا، والكليبسيلا لازم يجاوب معها الانتيبايوتيك الفلاني. فكثير مهم انك تكون عارف الانتيبايوتيك، كثير مهم انك تكون عارف ايش الموست كومون اورجانيزم اللي بيسوي انفكشن. ممكن تجيك الكلتشر بعد يومين تحكي لك لا والله هذا ما طلع عنده ايكولاي، طلع عنده ستريبتوكوكس مثلا، طلع عنده كليبسيلا، بس انت عملت اللي عليك صح؟ بتغير الانتيبايوتيك ساعتها. مشان هيك كثير مهم انك تعرف what is the most likely causing organism of the infection. في عندنا non-infective cause of epididymitis اللي هي it can be caused by amiodarone. amiodarone هو anti-arrhythmic drug، خدته جزء بالفارماكولوجي بيشتغل على الأرثمية. وجدوا انه بيصير له precipitation بالإبيديدمس وبيسوي symptoms زي الانفكشن. بيجونا مرضى old age باخذين medication، فكروا انت epididymitis infection، تراجع عن medication. مشان هيك احنا بنقول drug history is important، ولا هو ايش؟ بتلاقي ماخذ اميودارون، توقف الاميودارون بتحسن. ممكن كان بي التستيكولار بين كان بي كوزد باي تورشن اوف ذا تيستس، هاي ديفرنشال دايجنوستيك للتستيكولار بين. ات كان بي كوزد باي تورشن اوف ذا تيستس، ات كان بي كوزد باي تورشن اوف تستيكولار ابندج، ات كان بي كوزد باي تستيكولار كانسر، ات كان بي كوزد باي فاريكوسيل، اند كان بي كوزد باي يوريتريك ستون اللي بيعمل راديشن على التستيكولار بين. نيجي لواحدة واحدة. الأوركايتس أو الإبيديدمايتس تريتمنت إز بيدرست أنالجيزيا نون استرويدال، أنا بشتغل أز أنتي إنفلاماتوري وبين كيلر، ونعملهم سكروتال سبورت تو ديكريز ذا بين. الكلايميديا أو البيست أنتيبايوتيك دوكساسيلين، الجونوريا سيبروفلوكساسين، الإيكولاي كمان السيبروفلوكساسين. نعرف إنه
طبعا انتوا لازم تشرحوا لي اكثر من انا راح احكي لكم. نعرف انه في عندنا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام بوزيتيف تحتوي على سيل وول والجرام نيجاتيف فيها سيل وول. الجرام بوزيتيف مشان هيك انت لازم تعطيها انتبايوتيك بيشتغل على السيل وول اللي هم اموكسيسيلين او اموكسيسيلين كلافونيك اسيد او سيفالوسبورينز فيرست او سكند او ثيرد او فور جينيريشنز. الفلوروكوينيلونز ما لهم سوري الايكولاي او الجرام نيجاتيف ما لهم سيل وول، فانت بدك تعطيهم شيء بيشتغل على البروتين سينثيسز، فاحنا بنعطيهم فلوروكوينيلونز اللي بيشتغلوا على البروتين سينثيسز. السيبروفلوكساسين او الليفوفلوكساسين بيشتغلوا على دي ان اي جايريز انزيم عشان يعمل انهبيشن للبروتين سينثيسز وانهبيشن للدي ان اي، فبيعمل كلينج للبكتيريا. نعم ات از ذا بيست فور ايكولاي. بنعرف شغله كثير مهمه وجزء بتعرفوها كمان، انه الليفوفلوكساسين او الفلوروكوينيلون بشكل عام، السيبروفلوكساسين الليفوفلوكساسين از كونترا انديكيتد بواحد عمره اقل من 16 او 18 سنه، لانه ات كان افكت ذا جروث اوف ذا كارتلج، ممكن ياثر على نمو. السيبروفلوكساسين او الليفوفلوكساسين هم الفلوروكوينيلونز از كونترا انديكيتد بالايج اقل من 18 سنه، لانه ات كان افكت ذا جروث اوف كارتلج، ممكن يوقف نمو الطفل، وهي عليها يعني جنحه قضائيه اذا انت كطبيب مش عارف هاي المعلومة. وبيجونا مرضى ماشيين بدياترك ماشيين على سيبروفلوكساسين، يعني انت ايش ما تحكي عن هذا الدكتور بصراحة شو بدك تحكي عنه، يعني معناها مش عارف البيسك اوف ذا بيسك. ف ات كان افكت ذا جروث اوف كارديس كونترا انديكيتد، ولو المريض كان واعي وعارف بيرفع عليه قضية و100% بربحها، يعني بجوز دفعك عليها 100,000 وانت كل دراستك وشقاوك وتعبك بجوز ما تجمعش 100,000، فممكن تروحهم تبليلة واحدة هذول 100,000. فا إذا كنت رانديكاتد بالأقل من 18 سنة، وإذا كان كوز ربشر أوف أكيليس أوف تندون، مرات مرضى بجوز أنا شفتها مرة واحدة بيجيك بعد السيبروفلوكساسين بيحكي لك إنه والله عندي الأكيليس تندون، تعرف شو الأكيليس تندون اللي ورا؟ أيوة، بيحكي لك إنه بوجعني، بيكون عنده ربشر، كان كوز ربشر أوف أكيليس تندون. التريتمنت أوف ذا يعني بحكي لكم يعني لازم تكونوا تعرفوا جود عن الانتيبايوتيك، لانه عشان تعرف شو التريتمنت. التريتمنت تبعتها يوجوالي بيد ريست انالجيزيا وانتي انفلاماتوري. التورشن اوف ذا تيستس از فيري امبورتنت توبيك، هو التواء الخصيص ان امرجنسي. في عندنا احنا شغلات امرجنسي ب اليورولوجي او امرجنسي بالطب بشكل عام، وهاي يعني لازم يكون عليها ريد فلاج انك تكون عارفها. بيقدم امتحانات الاي ام سي من الاستراليان ان شاء الله نتخلصوا بقدموها. كنا لما نمتحن يكون مثلا 200 سؤال، اوكي 140 سؤال هذول عاديين و60 سؤال حاطين عليهم ريد فلاج. ريد فلاج لازم تنجح فيهم، لازم تجيب فيهم مثلا 40 من 60، والباقي جيب 100 من 100، جيب شو اسمه 50 من 150 مش مشكله، بس اذا جبت مجموعك ناجح بس الريد فلاج انت راسب، انت راسب لان الامرجنسي، لانه هذا بالنسبه لهم هذول امرجنسي، اذا انت مش عارفهم هذول على الفاضي. يعني مريض سكري اعطيته دواء غلط مش مشكله، برفع السكري عنده بضل عايش، بس مريض عنده تورشن مش عارف تعامل معه هذا هي ويلوز هيز تيستس. واحد والله عنده ام اي مش عارف تعالج هذا بموت، صح؟ واحد عنده ضغطه عالي اعطيته دواء غلط بيرتفع ضغطه بصير راسه يوجعه بيدعي عليك خلاص تمشي الامور، صح؟ بس هذاك بده يموت كيف بده عليك؟ يعني في امرجنسي اذا انت مش عارفها بالنسبه لنا هي ريد فلاج، منها تستيكلر تورشن. يعني اذا اجاني امتحان تستيكلر تورشن وسالتك شغلات معينه وبينك انت يو ار نوت ثينكينج اباوت تستيكلر تورشن مع انه الهيستوري جاي مع تستيكلر تورشن، فانت 100% لازم ترصد، يعني لازم ترصد، ما فيش فيها مجال. مش يعني انا من النوعيه ما بحبش ارسب حتى بالبورد، يعني بنمتحن المقيمين بالبورد ما بحبش ارسب، بس في شغلات إذا أنت ما رصبت الطالب بكون أنت الله العليم بجوز عامل إشي غلط بدينك، يعني لأنه هذا بالأخير بدي عالج مرضى، صح ولا لا؟ فلازم تنبهوا على هذا الموضوع. فالتستيكلر تورشن is one of the emergency بالجراحة وباليورولوجي. It is a twist of the testis بتلف حوالين حالها، فبصير في عنا emergency، بصير strangulation للblood flow، بصير ischemia and the patient he may lose his testis in 6 hours إذا أنت ما أخذت action سريع. الكومون ايج من 10 ل 30 سنه، يوجوالي بتشوفها بعمر 16 17 سنه. لازم تميزوا كثير كويس بالهيستوري وبالاكزام ما بين تستيكولار تورشن والاوركايتس، ما
ما بين testicular torsion و orchitis. يعني أنا لما كنت برا بإيرلندا وبريطانيا كنا نوب على مستشفيين، كنت أكره ما علي ينادوني على testicular pain، لأنك بدك تأخذ منه good history و good examination ولازم تأخذ decision عليه. يعني إذا إجاك مريض هيماتوريا تحط له فلس قوله ارجع بكرة العيادة خلاص مش مشكلة، أو على التلفون بتمشي. بس testicular torsion لازم تروح تفحصه، تأخذ good history وتأخذ decision. مش بس ياريت لو تأخذ history exam وخلاص، مش مشكلة منروح. يعني تعب جسدي وتعب عقلي ونفسي لازم تأخذ decision عليه. وإحنا مشكلة كنا نناوب على مستشفيين، يعني أنا لحالي كنت أناوب على مستشفيين، المستشفى فيه 1000 سرير والمستشفى فيه الثاني فيه 300 سرير. مرات كان يحكوا معي تستكلر بين بهذا المستشفى وبنفس الوقت يحكوا معي تستكلر بين بهذا المستشفى. فأنت you have to be good decision. good decision بيجي عن طريق الهيستوري والإكزام. الهيستوري الإيج، مش هنحكي لكم الهيستوري، إحنا بنحكي لكم بروفايل. كل إشي بالهيستوري إله معنى، الإيج إله معنى، الأدميشن روت إله معنى، الاسم الثلاثي إله معنى، مش الاسم السنجل نيم. بالهيستوري يحكي لي اسمه أحمد بيخسر علامات الفول نيم، لأنه الديزيز ران إن فاميلي مش ران إن ذا فيرست نيم. الايج يوجوالي التورشن يونجر ذان الاوركايتس. الاوركايتس لازم تميزوا بين الاوركايتس والتورشن. التورشن بيجيك بعمره 17 18 20، الاوركايتس بيجيك اولد ايج 40 50. احنا بنحكي موست لايكلي صح؟ هذيك مره اجانا مريض تورشن عمره 66 سنه، احنا بس بنحكي موست لايكلي. الاونست التورشن بيجيك صدن اونست، بحكي لك والله يا دكتور خلال 3 ساعات أو قبل 4 ساعات جاني الوجع. الأوركايتس بحكي لك صار لي 3 أيام موجوع. ال associated symptoms التورشن بكون severe pain، فبيجيك بيحكي لك عندي nausea vomiting. أنا بالنسبة لي nausea vomiting is alarming symptom، لأنه هاي بتدل على severity of pain. زي واحد يصير معه هيدك تلاقي إيش بيا والله عندي ليعان صار، هاي ليش بصير autonomic stimulation due to severity of pain. التورشن بالعادة بكون معه nausea vomiting، بحكي لك والله استفرغت، مريض اليوريتريك كوليك بحكي لك والله يا دكتور صار عندي فوميتنج. الاوركايتس بكون لا، ما عنده اوتونوميك سيمتومز، ما عنده نوزي فوميتنج، بس بكون عنده يورينري سيمتومز، بكون عنده يوريا فريكوانسي ارجنسي اللي هي ساينز اوف انفكشن صح. ال بالهيستوري او فيفر، الفيفر موست لايكلي بتكون مع الاوركايتس. نعم الهيستوري، الهيستوري في تروما از فيري امبورتنت. ممكن يحكي لك عندي history of trauma بكون more likely with torsion. ممكن يحكي لك المريض انه انا كنت نايم وصحيت فجأة على البين، هاي ممكن تصير with torsion، بكون حرك حركة غلط ونايم. بيجي بيحكي لك والله انه بالهيستوري كمان يعني severity of pain بيحكي لك 10 out of 10. الأوركاس بيحكي لك لا 7 من 10. التورشن بالعادة بيدخل من الطوارئ مش من العيادة، نادر من العيادة. الأوركايتس بدخل بالعادة من العيادة. بالإكزامينيشن بالإنسبكشن التورشن sometimes you can't examine the patient، ولا بتقدر تمد إيدك عليه من السيفيريتي أوف بين. بينما الأوركايتس لا، ممكن تفحصه باي إنسبكشن، بكون في سويلينج واضح أكثر من التورشن، بكون في ريدنس أكثر من التورشن لأنه إنفلاميشن ريدنس، بكون في التستس يس اللي هي سويلينج يعني. يكون التستس هاي رايدنج بالتورشن، انه السبرماتيك كورد لما يلف حوالين حاله بصير التستيكل شورتر وتلاقيها هاي رايدنج. الاوركايتس لا. بالبالبيشن فيري تندر بتكون بالاوركايتس، سوري فيري تندر بالتورشن. الاوركايتس ممكن يكون painful a little bit بس you can examine the patient. بالتورشن بتكون ترانسفيرس لاي، بتكون لا في الاصل بتكون تستيكل لونجيتودينال لاي، بالتورشن بتكون ترانسفيرس لاي. الانفكشن بتكون نورمال لاي. بيضل عندنا تو سبيسيفيك تيست اللي هو الكريماستريك ريفلكس. الكريماستريك ريفلكس اف يو سكويز ذا ميدل سايد اوف ثاي بصير ابسيلاترال ايفيريشن اوف ذات تيست، ذس از نورمال. بالاوركايتس بتكون موجوده، بالتورشن بتكون لوست. بوستبل اوركايتس نعم، ولوست بالتورشن. التست الثاني اللي هو برين تيست BHREN برين تيست. if you elevate the testis بحالات الاوركايتس بيكون البين بقل، بين ريليف. بينما التورشن لا، it will exacerbate the pain، بزيد البين.
هاي إجمالا الفرق ما بين التورشن والأوركايتس بالهيستوري والإكزامينيشن. زي ما حكينا إحنا بالطب ما في عنا إشي اسمه والله 100% تورشن أو 100% أوركايتس. فيش إشي اسمه أبيض 100% ولا أسود 100%. ممكن تلاقي واحد عمره 60 سنة بس والله جايك بثلاث ساعات بين وعنده نوزل وومتنج والإكزامينيشن ماشي هذا تورشن. مش تحكي والله لا لا الدكتور محمد قال لي لا. قال لي فوق الأربعين سنة انسى الموضوع هذا أوركايتس. ولو المريض هي لوست تيستس. والعكس صحيح. ممكن يجيك واحد عمره 16 سنة عنده سيفير بين صار له أربعة أيام بالإكزامينيشن ماشي مع أوركايتس. مش تروح تودي عمليات. قال لي الدكتور لا. قال لي الدكتور هذا تورشن. لازم عمليات. أوكي؟ ما في شيء اسمه أبيض وأسود بالطب. والهيك كان خلص من ناس طب كان جبنا سيمتومز أعطيناها لممرض احترام طبعا التمريض أو لأي وات إيفر قلنا له خلص تك 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 واحكي لي شو تشخيص المريض وأنا بقعد بالبيت. فهو بدل على أكثر من سيمتومز بس أنا أحكي لكم نوزيا فوميتينج سيفير بين هاي ماشي مع تورشن. يعني كنت أعتمد عليهم هيك برا هاي بالخبرة مش بالكتب طبعا. بالعادة هيستوري إكزامينيشن القاعدة الثانية كانت بالنسبة إلي هيستوري إكزامينيشن إذا واحد منهم بوزيتيف I will explore. يعني يعني مريض عنده سيفير بين وصل له أربع ساعات وعنده نوزيا وعنده فوميتينج الهيستوري ماشي مع تورشن بس بالإكزامينيشن ماشي مع أوركايتس بعتبره تورشن. والعكس صحيح يعني مريض والله بيحكي لي والله يا دكتور أنا هسه أحسن صار له بجوز 12 ساعة ما في نوزيا وفوميتينج بس الإكزامينيشن مبين تورشن بعتبره تورشن. الفيزيكال أقوى طبعا بس أنا أي واحد منهم بوزيتيف بعتبره تورشن. اه الدشارج ماشي مع الأوركايتس نعم بس الهدف أحكي لكم إنه التورشن يعني if you miss أوركايتس مش مشكلة if you miss أوركايتس مش مشكلة بس if you miss تورشن مشكلة. أوكي الهيستوري والتستس تورشن تستس is a clinical diagnosis يعني ما في رول للألتراساوند ما في رول للألتراساوند. لا أوكي في كتب وفي دكاترة بيجي يقول لك إحنا لا نعمل ألتراساوند مش إشي غلط مش إشي غلط بس أنا بحكي لكم الألتراساوند سيئتها شغلتين. الشغلة الأولى فيها فولس بوزيتيف وفيها فولس نيجاتيف يعني ممكن يحكي لك والله لا مش تورشن تطلع تورشن وصارت معي أنا يعني والله يحكي لي لا والله مش تورشن تطلع تورشن أو يحكي لي لا والله تورشن بالعملية تلاقي مش تورشن فيها فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. والشغلة الثانية في دراسة احنا عملناها ونشرتها بمجلة اللي هي عن الالتراساوند وايش عملية الالتراساوند. سيئة الالتراساوند الثانية انه it will cause time wasting يعني انت اجاك المريض صار له اربع ساعات موجوع هيستوري اكزامينيشن تبعك احكي انت بعدك مبتدئ بجوز تقعد لك عشر دقائق على الهيستوري وعشر دقائق اكزام هي اربع ساعات ونص وتودي على الالتراساوند تتواصل للالتراساوند ويكون في دور ويكون مش دور يجوز بعد ساعة ونص بالألتراساوند ممكن هاي ساعة ونص يكون فيها فيابل تستس تستس. هلا في كتب مكتوب إنه ألتراساوند you can do it بس أنا بقول لك حسب خبرتي وحسب برا يعني أقول لك أنا المستشفيات اللي برا اشتغلنا فيهم ممنوع تعمل ألتراساوند. كيف بيعملوا لك ما بيحكوا لك ممنوع تعمل ألتراساوند قانونيا ما بيقدروش يحكوا لك. شو بيحكوا لك أنت بتحكي مع دكتور برا أنت لما تيجي تعمل ألتراساوند تعمل راديولوجي بدك تقنع الدكتور ما في والله عمل سي تي سكان أو عمل لي ألتراساوند. بترفع التلفون أنت بالمناوبة والله بدي أعمل هذا ألتراساوند. أول سؤال بحكي لك ليش؟ What you suspect؟ بحكي له تورشن. بحكي لك send him to exploration. بحكي لك ما بسوي لك ألتراساوند. إذا أنت if you suspect تورشن أنت دكتور عقد حالك دكتور ودارس ست سنوات طب وسنة امتياز وخمس سنوات إقامة وعامل لك سنتين فيلوشيب وثلاث سنوات فيلوشيب. If you suspect تورشن send him to exploration. شو بدك بالألتراساوند؟ وإذا قلت له أوركايتس بحكي لك أوكي أيوة الأرينج تومورو مشان يمزكك من إيدك إيش بتوجعك وبقول لك خلاص إذا أنت سسبكت أوركايتس في إمرجنسي خليها بكرة الصبح أسوي لك إياها مشان إذا كان تورشن تكون ميت تستس أمو ما علي حق وما علي وش حق سألك what do you suspect إذا قلت له تورشن بحكي لك send him to theater هيك بحكي لك برا بأيرلندا بريطانيا. إذا قلت لهم والله I suspect أوركايتس أقول لك أوكي okay, I will do it tomorrow الساعة عشرة بالليل مثلا بدي أعملها الصبح العشرة بالليل أعملها بعد 24 ساعة تقدر تحكي له لا ما أنت دكتور وفاحص وعم أخذ كل شيء.
تورشن بحكي لك ودي على ثياتر ليش تعملها التراساوند. اذا انت سسبكت تورشن سنتم تو ثياتر. فالتريتمنت از سيرجيكال اكسبلوريشن، يعني اللي بفوت عندي بالامتحان بالاوسكي بحكي له والله وات يو سسبكت، بحكي لي تورشن، بحكي له وات از يور نيكست ستيب، بحكي لي التراساوند، يعني هذا حلال انك ترسبه حلال، يعني هو لحاله حتى مقتنع، بكون مقتنع وراضي انه يرسب. لانه يعني هي بحكي لكم اياها، لانه هاي شغلات امرجنسي وما بنسامح فيها. يعني لو اجي اسالك بالانكونتيننس وتيجي تخبص وتحكي لي المعادلات غلط وتيجي هذا، بجوز احط لك مثلا 15 من 20 مثلا او 14 من 20. اما تيجي تحكي لي تورشن، تيجي تحكي لي بعمل له التراساوند وبعمل له سي بي سي وكيدني فانكشن ويورين اناليسز والمريض يطلع بالاخير بدك تستكن من وراك، يعني هذا بحط لك انا 1 من 20 وانا مرتاح، يعني بدون ما اناقش حتى. ليش؟ انه هاي امرجنسي، واحد بس مشان السمعة بس. لو بالضبط ما هذا بحكي، انه if you suspect torsion you have to send him to theater. الان مش مشكلة انه to miss orchitis، بس مشكلة to miss torsion. يعني انا مثلا ممكن بجوز عملت 200 عملية exploration، بجوز 50 منهم تورشن و 150 مش تورشن، بس هاي مش تياسة. أنا بالنسبة لي I have low threshold for torsion، يعني بودي المريض على العملية، طلع من العملية بكون مخوف أهله من قبل العملية، احتمال يكون التواء خصية، راح أثبتها أرجعها على وضعها الطبيعي، أثبتها إذا كانت viable أو أشيلها إذا كانت dead، وراح أثبت الخصية الثانية إذا كان في torsion، لأنه if there is torsion in one side there is torsion other side. بالضبط. فلما اجي احكي لهم والله طلع مش تورشن، ما راح يقول لك يا دكتور فوتوا عمليه وغلبتنا وعلى الفاضي، بيجي ببص راسك. بس اذا طلع تورشن يو مس تورشن مشكله، يعني في مرات بيجونا مرضى العياده مس تورشن مس، يعني بيجي على الدكتور وبفحصه وبروحه بيجينا على العياده جانجرينوستيس، يعني لوس اوف اورجان هاي بسموها. ف انا عندي لو ثريشولد اوف سسبيشس فور تورشن، اذا اف سبكت تورشن بودي سيرجيكال اكسبلوريشن، اي ويل نوت لوز ماي تايم تو دو التراساوند. في عندنا شيء اسمه تستيكولار تورشن ابندج، تورشن اوف تستيكولار ابندج. التستيكولار ابندج هي عباره عن زوائد او سيست على التستس زي الاوفريان سيست بالفيميل. مرات بيجونا فيميل ببيكتشر زي الابندسايتس، نعمل لابروسكوبي نفوت بالكاميرا اوف التورشن اوف اوفري مثلا زي تورشن اوف تستس او سيست تورشن. ممكن عند سنتس، بس انا بحكي بالنسبه للتورشن اوف تستيكولار ابندج زيها زي الاوفريان سيست بالفيميل، ممكن يصير لها تورشن. هاي ممكن يصير لها تورشن بتعمل بيكتشر سيميلر تو ذا تستيكولار تورشن. بالعكس احنا كثير شغلات بنعمل اكسبلوريشن بنلاقي تستيكولار ابندج، بس تستيكولار ابندج اللي هي زوائد على الخصيه او على الابيديدمس سيست بتكون ملتويه، والكاركترستكس زيها زي الهيستوري بتعمل زي هيستوري تورشن، بس بالاكزامينشن بكون بلو دوت ساين تيبيكال زي هيك بلو دوت ساين، لانه هي بصيرها جانجري بصير لونها بلاك او بلو فبتبين على ترانسلوسنت على السكن. بالبدي ام هي بتكون باليانج ايج العاده، فبلو دوت ساين از كاركترستيك اوف تستيكولار ابندج تورشن. اوكي، فباختصار يعني بالملخص انه التستيكولار تورشن از ان امرجنسي، ممكن اسامحك انه تخطا بشيء مش امرجنسي، مش انا يعني اي دكتور بالامتحان ممكن يسامحك، بس ما راح يسامحك اذا اخطات بشيء امرجنسي، وحقه انه يرسبك، ومش احنا هيك حتى بالانترناشونال اكزام. فاحنا واجبنا انه نهيئك لامتحانات الانترناشونال، مش انه والله انت بدك تمتحن عشان بدك تمتحن تنجح من الطب، بالاخير بدك تخصص. فالامرجنسي ما في حد بيرحم فيهم وفيك المسؤوليه حتى انت بشغلك. يعني اذا انت غلطت مع مريض بشيء معين مش مشكلة، بس إذا غلطت مع مريض مشكلة طبعاً، ومش إنه مش مشكلة، مشكلة بس مشكلة بسيطة. بس إذا غلطت مع مريض بإشي فيتال أو إشي فيه loss of organ، يعني مشكلة كبيرة. التستيكولار تورشن is common scenario يجيكوا بالأوسكي، very common. ما في duration معينة، إحنا بنحكي من 4 إلى 6 ساعات. أنا مر علي مريض بعد 24 ساعة I did save the testis. ليش؟ لأنه بتعتمد على degree of torsion. مرات احنا بنفتح التستس بتلاقيها لافة حوالين حالها مش 360 720 درجة، فهاي ممكن خلال ساعتين تموت. في بعض المرضى بتكون لافة 180 درجة نص لفة، فهاي ممكن تقعد 12 ساعة.
في مرضى بصير عنده مشي تورشن دي تورشن بتلاقيها لفت وردت رجعت. فأنا ما عندي مشكلة بالديوريشن، أنا عندي مشكلة بالهيستوري والإكزام. بكون كونجينيتال يوجوالي، كونجينيتال. اعملوا ادميشن طيب نكمل بالله المحاضرة. التستيكلر كانسر، نجي لآخر موضوع اللي هو تستيكلر كانسر، راح أحكي عنه بشكل بسيط ما راح أحكي عنه in detail. تستيكلر كانسر is a common disease, it's the most common malignancy in young age, usually it is 20-45 سنة. يعني most common cancer بالage هذا هو تستيكلر كانسر. It represent only 5% من all urological cancer, but is more common in the age between 20-45. الريسك فاكتور اللي هي اندسند التستس زي ما حكينا قبل هيك، ممكن يكون انترا ابيثيليا نيوبليزيا اللي هي بري مالجنت كونديشن، ممكن الاتش اي في انكريز ريسك اوف تستيكلر كانسر، ممكن متينا الاستروجين اكسبوجر تكون الام ماخذه استروجين دورينج بريجننسي، وممكن يكون جينيتك فاكتور. مشان هيك احنا بنحكي لكم ريسك فاكتورز، هاي مهمه جدا بالهيستوري. يعني انت بالهيستوري بدك تحكي لي نو بالسبريسنتك نو هيستوري اوف بريفيوس سيرجري اللي هي قصدك اندسند التستس او اوركيدوبكسي مثلا، بدك تحكي لي والله نو هيستوري اوف ماتيرنال استروجين اكسبوجر دورينج بريجننسي. اوكي، بسال الهيستوري، اذا قال لك ما بعرف تحكي لي ما بعرف، خلاص تكتب لي انه البيشنت از نوت نو اباوت ذا استروجين اكسبوجر دورينج بريجننسي. دورينج بريجننسي لما امه كانت حامله فيه، اكيد مش هو كان حامل، يعني لما امه كانت حامله فيه. الباثولوجي 90% of the testicular cancer most common is germ cell tumor. Most common اللي هو السيمينوما. Most common subtype اللي هو السيمينوما. في عنا germ cell tumor وفي عنا non-germ cell tumor. Germ cell tumor most common سيمينوما. في عنا germ cell non-سيمينوما زي التيراتوما واليولكساك. وفي عنا non-germ cell tumor زي الليمفوما والأدينوكارسينوما of the retinitis. Is more common in the right side. وجدوا إنه ال testicular cancer is more common in the right side. One of the explanation لهذا الإشي إنه الأندسيدنت تستس is more common on the right side. فا as a risk factor مشان هيك وجدوا إنه testicular cancer is more common in the right side. Testicular torsion more common in the left side طبعاً، لأنه وجدوا إنه testicular left side is lower than the right side for longer cord. فهي increased risk of torsion on the left side. Testicular cancer and descended testis is more common on the right side. Testicular torsion is more common on the left side. TLM staging زي ما حكينا احنا eye cancer we have to know the stage and grade عشان نعرف the treatment. T stage اللي هو قديش طالعة من التستس. N اللي هو lymph node والM اللي هو المتاستاسيز. قروها انتو بالبيت مش راح نحكي عنها. وفي عنا TLM staging وفي عنا tumor marker staging. احنا بنعرف انه كل كانسر في له تيومر ماركر او اغلب الكانسرز في لهم تيومر ماركرز. ايش التيومر ماركر؟ يعني بعطينا دلاله ما بيشخص لنا. احنا بنعرف الكانسر از دايجنوز باي هيستوباثولوجي، يعني هاي فيش خلاف عليها. زي ما نحكي مثلا علامه النجاح 50%، خلص 50%. كانسر دايجنوزز باي هيستوباثولوجي، ما بنشخص احنا الكانسر والله عن طريق التحسيس او البلبيشن او عن طريق الالترا ساوند او عن طريق الام ار اي او عن طريق السي تي. اوكي بعطونا دلاله والله موست لايكلي انه في كانسر، بس بدي هيستوباثولوجي.
اوكي عشان يكون كلامنا علمي واضح. تومر ماركرز هي عباره عن ماركرز بتعطينا دلاله انه احتمال كبير يكون عند المريض كانسر. زي ما قلت لكم اللي بيجيب الاوسكي اقل من 25 احتمال كبير ماركر انه احتمال يرسب بالماده كامله. ليش؟ لانه يعني مبينه صح، الا اذا حدثت معجزه. نفس الشيء للتومر ماركرز، هي فحوصات دم بتدلنا انه موست لايكلي هذا المريض يكون عنده كانسر، بس ممكن مش شرط يكون عنده كانسر، بس اي هاف تو انفستيجيت مور عشان اتاكد ما عندهوش كانسر. تومر ماركرز اوف ذا تستيكولار كانسر هم خلينا احكي لكم اول شيء شو البرزنتيشن بعدين بحكي لكم عن تومر ماركرز. سيمتومز تبعت المريض بيجينا سكروتال ماس يوجوالي بينلس، 90% بيكون بينفل، بينلس 10% بينفل. سبب البين انترا تستيكولار هيموريج من الكانسر، فبيعمل زي كومبارتمنت سيندروم من الضغط. ممكن يجينا بويت لوس، ممكن يجينا بون بين، ممكن يجينا بتشست سيمتوم اللي هي سيمتومز اوف ادفانس ديزيز. ممكن يجينا بويت لوس، ممكن يجينا بليفت سوبرا كلافيكولار لينفود انلارجمنت، ممكن يجينا بشورتنس اوف بريث، ممكن ويت لوس. يعني دائما لما احكي عن تستيكولار كانسر بفكر طالب طب كان عندنا هون مش نحكي اسمه بس تخرج، يعني هو جانب سيمتومز غريبه اللي هي شورتنس اوف بريث، بحكي لي اني لما امشي بتعب. يعني عمره كان 22 سنه، كان زيكو سنه رابعه يعني، ف وكان مر على الشورت شورتنس اوف بريث، ما بده يروح ولا شيء على الباطني كارديولوجي نورمال 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 نورمال. فاجى عندي بحكي لي هيك بعد المحاضره، بحكي لي انه انا عندي مثلا هيك دكتور شو رايك؟ فحصل طلع عنده تستيكولار كانسر ميتاستاتيك، ميتاستاتيك تستيكولار كانسر، وكان يعني ماخذ تقريبا اللنك كويس، الليمف نود ميتاستاسيس بشكل كويس، وهي سبب الشورتنس اوف بريث. الشغله الكويسه بالتستيكولار كانسر ات كاريز فيري جود بروجنوسيس، اذا دايجنوست كوركتلي وتريتد كوركتلي كاريز فيري جود بروجنوسيس. منها طبعا اوركيدكتومي، واخذ 2 اور 3 سايكلز اوف راديو ثيرابي، و he's doing pretty good now. وحتى هسه حاليا براسل بريطانيا يعني الان بتواصل معي، ونجح بالامتحانات البلاب، هو قدم بلاب مش الرويال كولج مش الام ار سي اس، وقدم محاضره معي هذيك مره لطلاب الطب عن بريطانيا والواي اوف ريزيدنسي او سبيشاليتي ببريطانيا وايرلندا، وهسه ما شاء الله طلع له بوزيشن وبدا يطلع يعني، و he's doing very good. فالفكره اللي احكي لكم اياها انه ممكن يجيك مريض بشورتنس اوف بريث يكون تستيكولار كانسر سبب ميتاستاسيس. وان اوف ذا برزنتيشن لمرضى كنا نشوفهم برا يجونا ب ليفت سوبركلافيكولار لينفود انلارجمنت، تيجي تاخذ منها بايوبسي تطلع تستيكولار كانسر ميتاستاسيس تستيكولار كانسر، ترجع على التست تلاقي اوف والله عنده كانسر المريض. ف يعني البرزنتيشن يوجوالي اوكي سكروتال سويلنج وبين ليس، بس ات كان بي فيج برزنتيشن لتستيكولار كانسر خاصه باليانج ايج، يعني لازم تكون مفتح عينك على هاي الامور. الاكزامينيشن تستيكولار ماس ممكن يجينا المريض، ممكن سكندري هيدروسيل رياكشنري هيدروسيل، عشان هيك بصير عندنا سويلنج. نعم الانفستيجيشن احنا بنسويها الترا ساوند زي ما انتم شايفين، الالترا ساوند طبعا فيزيكال اكزامينيشن، يعني فيزيكال اكزامينيشن از فيري امبورتنت، وبالهيستوري ممكن لحالك تشخص التستيكولار كانسر. الالترا ساوند جود الالتراساوند، هي الالتراساوند شوفوا التستس، هاي التستس وهي الماس محوطينها شفتوها انترا تستيكولار ماس. مرات كان بي اكسترا تستيكولار يعني تقدر تحسب البالبيشن، بس مرات تكون انترا تستيكولار بتكون سراوند باي ذا كبسول، عشان هيك ما بتقدر تتاكد. بس يعني اذا مرت تستيكولار كانسر بالعياده وشفناها، يعني اذا فحصتوه مره خلص بتكون مبينه، بتكون عامل فيري هارد تستس، يعني بكون عامل حتى لو انترا تستيكولار بكون عامل فيري هارد تستس رياكشن انفلاماتوري يعني رياكشن. يعني حتى برا احنا لما كنا كان في عندنا يعني بس تستيكولار كانسر كلينيك، يعني يجينا اذا مريض اف يو سسبكت كانسر يبعثوا علينا. احنا برا النظام يعني جي بي ما بتشوف انت المرضى، جي بي هم بيعملوا ترياج للحالات، اف يو سسبكت سمثينج ببعثها لك. وانت بعدين كنا تستيكولار كانسر، يعني كنت انا راح اشوف المريض بس، يعني اقعد اشوف بس مريض او مريضين باليوم، مش زي هون بخلونا نشوف 80 مريض ونصهم مش مستاهل انك تشوفهم. هون لا بتشوف المريض تستيكولار كانسر الترا ساوند اون ذا سيم داي، والعمليه بنفس اليوم يعني مباشره، لانه تستيكولار كانسر فيري ايزي انه يصير ميتاستاسيس، فيري ايزي انه يصير ميتاستاسيس فيري كويك.
فالالتراساوند is very important in diagnosis. والابدومين اتشست سيتي سكان تو رول اوت ميتاستاسيس عشان نتاكد انه ما فيش ميتاستاسيس. ال تيومر ماركرز للتستيكولار كانسر هم 3 تيومر ماركرز. بيتا اس سي جي اللي هو هرمون الحمل, بيتا اس سي جي هرمون الحمل, بس احنا حكينا الموست كومن كانسر هو جرم سيل, جرم سيل تفرز البيتا اس سي جي. البيتا اس سي جي تي هاف لايف من 24 ل 36 ساعه و ات بريزنت ان 100% بالكوري كارسينوما والتيراتوما 40% والسيمينوما 10%. الالفا فيتو بروتين التي هاف لايف تبعها 3 إلى 5 أيام. طبعا هي مطلوب المعلومات تحفظوها, ليش؟ لانه احنا بعد العمليه بنعيدهم عشان نتاكد اذا نزلوا معناها احنا المريض ما عنده ميتاستاسيس, بس اذا ما نزلوا معناها في ريزيدوال كانسر. لازم اكون عارف الهاف لايف عشان اعرف متى اعيدهم, صح؟ مش اظن اعيدهم كل ساعتين كل 5 ساعات, يعني عارف انا التي هاف لايف البيتا اس جي بعد 36 ساعه بعيدهم, التي هاف لايف الالفا فيتو بروتين بعد 5 أيام بعيدهم. مش عشان هيك لازم يكون حافظ التي هاف لايف, مش من حافظكم شيء عشان بدنا اياكم تحفظوا, لا عشان نعرف انه له اهميه. الالفا فيتو بروتين از بريزنت ان تروفوبلاست, ات از نوت بريزنت ان سيمينوما. يعني لما يكون في احنا عملنا تيومر ماركرز طلع في الفا فيتو بروتين, هاي مش سيمينوما, هاي 100% مش سيمينوما. اوكي, التيومر ماركرز الثالث ال دي اتش, ات ويل ريليت للتيومر بيردن. ال دي اتش هو اصلا ليفر انزيم لاكتيت دي هيدروجينيز. لما يزيد ال دي اتش معناها في عنا ديستركشن للسل, معناها هاب بدل انه في هاي فوليوم اوف تيومر, يعني التيومر از رابيدلي جروينج, مش زي النورمال سل رابيدلي جروينج, وبصير فيها ديستركشن. بدنا نعرف انه التيومر ماركرز از نوت diagnostic for testicular cancer, it is used just for follow up. وممكن تكون 90% نيجاتيف, حكينا الفيتو بروتين نيجاتيف بالسيمينوما 100% نيجاتيف, و10% بس البيتا اس جي بكون بيزوتيف بالسيمينوما. فالموست كومن تستيكولار كانسر هو السيمينوما, 90% بكون عندهم نيجاتيف تيومر ماركرز, بس انا بستخدمهم فور فولو اب. It is used not used for response to treatment, it is just used for follow up. Normal tumor marker does not rule out metastasis. المانجمنت ما راح احكي عن المانجمنت لانه شوي معقد المانجمنت, بس لازم تكون عارفين ال هنحكي الخطوط العريضه للمانجمنت. اول شيء بسويه راديكال اوركيدكتومي, اول شيء بسويه راديكال اوركيدكتومي. راديكال اوركيدكتومي احنا بدنا نعرف شغله, انه لما نسمع راديكال معناها شيء كانسر. راديكال نفريكتومي, راديكال كوليكتومي للكولون, راديكال اوركيدكتومي. لما نسمع راديكال اتز كانسر, يعني بالعربي بدك تستأصل شيء من جذوره تنهي نهائي يعني وسراوندينج تيشو. نعم, لما نحكي سيمبل اوركيدكتومي او سيمبل نفريكتومي معناها اتز نوت فور كانسر ديو تو انفيكشن نون فانكشنينج كيدني تورشن. اذا كانت تست سيمبل اوركيدكتومي يعني دي تورشن او شيء زي هيك. الراديكال اتز كانسر, يعني بدك تستأصل شيء ايش من جذوره والسراوندينج تيشو. التريتمنت اول شيء راديكال اوركيدكتومي, حتى لو في ميتاستاسيس لازم تشيل التستيكل. ممكن ياخذ المريض كيموثيرابي او راديوثيرابي حسب التايب اوف التيومر. يوجوالي السيمينوما نعطيهم راديوثيرابي, وممكن نعمل ريتروبيريتونيال ليمف نود دايسكشن, نعمل دايسكشن الليمف نود الموجوده بالريتروبيريتونيوم اذا كان في ميتاستاسيس. الاوركيدكتومي في عنا تو تايبس اوف اوركيدكتومي, بس احكي لكم كلمتين عن الاوركيدكتومي. اتوقع احنا خلصنا, خلصنا هاي الصوره, هاي الراديكال اوركيدكتومي. اخر كلمه بس عن الراديكال اوركيدكتومي والسيمبل اوركيدكتومي. في فرق كبير ما بين الراديكال اوركيدكتومي والسيمبل اوركيدكتومي. السيمبل اوركيدكتومي احنا وي ريموف ذا تيستس ديو تو نون مالجنانت كونديشن, سواء كانت انفيكشن نون فانكشنينج تيستس تورشن. بينما الراديكال اوركيدكتومي از يوزد فور ا كانسر. في فرق كبير بيناتهم. الراديكال اوركيدكتومي انجوينال انسجن بكون زي ما انتم شايفين انجوينال انسجن. السيمبل اوركيدكتومي لا, بتكون سكروتال انسجن. ليش بيكون الراديكال اوركيدكتومي انجوينال انسجن ما بتكون سكروتال؟ خلينا احكيهم عشان عشان انا الخصهم للشباب. الراديكال اوركيدكتومي بيكون انجوينال انسجن لاكثر من سبب. السبب الاول انه بالانجوينال اوركيدكتومي او الراديكال اذا فتحت انجوينال انت يو كان ريتش ذا سبيرماتيك كورد قبل التستس, فانت يربط كلامب على السبرماتيك كورد اللي هو فيها بلود فيزل عشان لما تيجي تعمل سكويز للتستس ما يصير فيه سيدنج للمالجنانت سيل. بينما اذا فتحت سكروتال
انت you can't reach the cord قبل السكروت قبل التستس. فانت بالمانيبيليشن اوف ذا تستس ممكن تعمل سيدنج للكانسر، انك ما تكون عامل كلامب للسبرماتيك كورد. هاي اول واحدة. الشغله الثانيه انه السكروتال سكن الليمف نود درينج تبعتها مختلفه عن التستس. التستس الليفت سايد بتروح على البرا ايورتيك ليمف نود، برا ايورتيك حوالين الاورطه. الليفت سايد بتروح على البرا ايورتيك، والرايت تروح على الانتر ايورتو كيفال، بتروح على الليمف نود بتوين الاورطه والانفيروفينا كيفا. السكروتال سكن بتروح على الانجوينال ليمف نود. فاذا انت فتحت سكروتال سكن عملت ميتاستاسيس من التستس للسكروتال سكن اللي الليمف نود تبعته مختلفه تماما. الانجوينال تقريبا زي التستيكل الليمف نود درينج تبعته. مشان هيك احنا بنفتح انجوينال مش سكروتال لسببين. اول شيء ايرلي كلامبنج اوف ذا كورد، والشغله الثانيه انه السكروتال سكن الليمف نود تبعته مختلفه عن التستيكل. هيك خلصنا احنا المحاضرة. في حد عنده سؤال او استفسار؟ بس خليني اسأل زميلك. الصورة بتكون ايش؟ هذا مريض، متى انشغل ما بعمل له. سؤالك انه افتحوا انجوينال ولا سكروتال؟ بهاي الحاله ولا بحالتك؟ حالتك اللي شفتها هي هيرنيا. التستس هي للجراحه كانت ولا للمسالك؟ ايش كانوا كاتبين عنها؟ انكارسيليتد هيرنيا. معناها تستكل هاي هيدروسيل معناها. نعم. If you can get above it صح؟ can't can معناها it's scrotal in origin معناها هيدروسيل. حتى لو كانت هاد بس هاي this is a hydrocele. انا شايف الصورة للسي تي هيدروسيل هاي. This is hydrocele. شو عملنا لها طب احنا؟ ايش هو؟ هلا انا مش عارف بالضبط السيناريو، بس انا نادوني مرة جراحة قبل اسبوعين على مريض مش عارف اذا هو نفسه ولا لا، بس هذا مريض هلا احكي لك مش عارف السيناريو بالضبط اللي دخل، بس انا نادوني جراحة على مريض مش عارف هو نفسه، بس مش هذا الثلاثة اللي قبل اسبوعين نادوني، لا بالعمليات مش كان مريض بالعمليات. لفوا معي راوند انتوا ناقشناها معكم. نادوني على العمليات، كان بالعمليات كانوا مشخصين هيرنيا على اساس انها هيرنيا ومس دايجنوز هي ايش؟ عند سند تستس، مريض عمره 26 سنة او 27 سنة، متزوج وعنده اولاد وهو مش عارف انه لازم يكون عنده تو تستس. فكر انه الانسان بعيش بتو تستس ومسموح انه يعيش بون تستس. شو طلع عنده؟ فتحوا الجراحة، أنا كنت بالعملية بغرفتنا شغال، نادوني على غرفة الجراحة واللي عنده أندسند التستس هو مشخصينه هيرنيا ومتصور كأنه مرة أو مرتين ومدخلينه عملية وفتحين الانسجن كل شيء، ونادوني عليه أنه تدو يعني إيش نسوي بيحكوا لي. فأنا فتت بس حطيت يعني ماي فينجر طلعت كلوز ذا رينج، معناها هذا خلص هو من أول عنده أندسند. يعني لو أنها فاتحة بتكون تشيك والله هي ريتراكتايل تطلع وتنزل، بس هذا مسكر معناها اندسندد. فقالوا لي نعمل ايش؟ قلت له بده اوركوديكتومي. طب اعمل اوركوديكتومي. قلت له ما بسوي اوركوديكتومي، مريض نوت كونسنتد، المريض مش موقع. طب واحنا خدرنا المريض، وقلت له مش مشكلتي مشكلتكم، بس المريض تخيل اشيل التستس يطلع المريض بعد العمليه يحكي لي والله انا عندي تو تستس، ليش شلت لي اياها؟ معناها نون فانكشنينج. صحوا المريض جابوا لي اياه العياده وشرحت له، كان مع الدكتور تيسير عثامي هو الدكتور تبعه، فقلت له انه هيك قال لي لا انا عندي تو تستس. قلت له فيش عندك تو تستس، عندك وان تستس. قال لي لا عندي تو تستس. قاعد يفحص قال اه والله عندي وان تستس. فقلت له بدنا نشيلها. قال لي لا بدي اياها. قلت له لا بدنا نشيلها، هاي ات كان كوز كانسر، ات كان كوز كانسر. ففتحنا انجوينال انسجن، انا وي سسبكت ا كانسر بجوز، مشان ما بعرف اذا هو نفس السيناريو ولا لا.
فتحنا إنجوان الأنسجن نفسه لأنه ممكن يكون كانسر لأنه عمره 26 سنة. وتستس أتروفايد ممكن يكون فيها مالجنت تشينجز لساتها مايكروسكوبيك. ففتحت إنجوان الأنسجن وشلت له إياها. فهذا كمان بيدل على أهمية كثير مهمة اللي هي الكونسنت مع المريض. تخيل لو ردت على ردينا على الجراحة وشلناها بعد العملية بيجي المريض ما كان مفحوص. تخيل يجيك المريض بعد العملية يقول لك بدل ما يحكي لك يعطيك العافية دكتور والله غلبناك يحكي لك والله يا دكتور لا أنا عندي تو تستس عندي تو تستس بيحكي لك وين كان أنكر يعني معناها أتروفايد يعني هي تستس أتروفايد وهذا دليل ثاني إنها undescended for a long time. فجبناه على عملية ثانية وفتحنا إنجوان الأنسجن بعد ما عملنا له good counseling وفتحنا وعملنا له أوركيدكتومي وديناها الأنسج بس لسه ما طلعت الهيستوباثولوجي ما بعرف إذا السيناريو نفسه بس إذا if you can get above it هذا هيدروسيل is not إحنا كثير مهم إنك تميز إنه إذا حتى تعرف إنه إذا إنجوان الباثولوجي أو سكروتال باثولوجي if you can get above it this is scrotal pathology if you can't get above it يعني تقدرش توصل لنهايتها معناها هاي هيرنيا لازم الأبدومين أو إيش. في أحد عنده سؤال ثاني؟ مين يسأل؟ هذا هيدروسيل. يس. مين يسأل؟ إذا كان يوري لاترال؟ مش سامع ما فهمت سؤالك. إذا كان بنيونات حسب بنيونات ما بتقدر تعرف بين فل وبين لس كيف عرفت انها بين لس او بين فل هلا بنيونات ما بنشوف بالعاده كانسر most likely it is torted cancer torted testicle بتكون ميته اذا كانت البيبي ما بعيطش يعني بتكون خلاص lost testis بسموها vanishing testis ممكن يكون testicular torsion نعم testicular torsion فيها two peaks في بيك بالادلت في بيك باليونينات احنا مرات بيجونا البيبيز بنولدوا بتورشن او بكون مولود بفانيشينج تيستس يعني بصير انترا يوتراين تورشن فالبيك الاولى فيري رير بتكون بالبيدياتريك ايج او باليونينات البيك الثاني بتكون بالادلت في احد عنده سؤال unlikely but yes it can بس very very unlikely يعني مش غير حاله واحده بس في فاميلي هيستوري طبعا في family history genetics unilateral yes more common in light can be in left